الجونة يتعادل مع النادي الأهلي 3-3 والدوري يحسم للفريق المنافس. كابتن شريف، أهدرنا فوز كان في إيدينا. كان عندنا فوز خارج الأرض وأنت كنت مطالب بالفوز. نتاج أنت اللي فرطت برضو في الفوز ده، غير طبعا أنا زهقت من موضوع الكلام في الحكام ده. الدقيقة 97 والدقيقة 98 والماتش شغال ومدي 5 دقايق، لو احنا اللي لينا الخمس ست دقايق دول كان زمان وصفر من ساعتين. انما مبروك للمنافس ونادي الزمالك، مبروك ليهم الدوري. انت بالنسبة لك كل يوم احنا بنكتسب خبرات جديدة وبنكتسب اشياء في المباريات كلها. طبعا النفس، وانت عارف ان المنافس الناحية التانية كسب الدوري برضو، انت بتأدي في الملعب. انما انا كنت شايف ان في تقصير، يعني اللعيبة كانت بتلعب كلها وكل حاجة. انا مش شايف حتى ضربة الجزاء دي، يعني مش عارف من اني منظور او اني زاوية ان السولية يكون اعترض وهو بيسدد الكرة في دقيقة 97 وشوية. انما انت برضو 5 تغييرات اللي انت غيرتهم فتحت الملعب للمنافس بشكل ان بقى عندهم الكرة الطويلة، ابتدى نور السيد يمسك الكرة وبشماله وبيمينه يعلق الكرة عندك في ال 18 ويعمل اي زحمة واي تكف وحاجات كده، الحاجات اللي هي بتبقى اي فرقة متأخرة بتعملها. قبلها كان في كورتين برضو اتلعبوا بالعرض في ال 18 عندك، ويمكن هم تناولوها بأداء سيء جدا فرقة الجونة. الحكاية كلها الحقيقة غير انها فرقتك رجعت وكسبت وكسبت مكسب كويس قوي، ها، وكانت تقدر تجيب الرابع وكده، زي ما نكون احنا فرملنا نفسنا، احنا اللي اخرنا نفسنا بالنتيجه دي. ولا يعني قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كده. وواضح ان العمليه كانت صعبه جدا انك انت يبقى في منافسه لحد اخر اخر مباراه. يعني ننسى الكلام ده كله، نستفيد من كل اللي حصل ده، بان كل حاجه موجوده في الكوره. مظبوط، كل حاجه ممكن تحصل في الكوره. زي ما انت بتتاخر بهدفين وبتكسب 3-2، انت ممكن تبقى متقدم اهو 3-1 وجميع الوجوه او جميع الظروف تبقى ضدك الا انك تتعادل 3-3 بايدك بقى او من غير ايدك. يعني تبقى في ظروف كده وفي ظروف كده. هارلك اديته موسم قوي جدا، لعيبه نادي الاهلي، الجماهير مقدره كل المجهود الكبير اللي اتعمل هذا العام. عندنا مسابقه جديده اسمها كاس مصر، عندنا مباراتين مهمين جدا لازم نعدي منهم ان شاء الله. نحضر بقى اوراقنا واللعيبه تفكر تفكير تاني كويس، والجهاز الفني يفكر تفكير اعلى بقى من موضوع الدوري والحاجات دي. خلصت القصه دي، خلصت خلاص، نطويها زي ما بناخد دوري، زي ما بنخسر بطوله عادي جدا. بنطوي الشكل ده وبنشوف الشكل الجديد قوي اللي هيبقى باذن الله على الجهاز الفني والاداره واللاعبين عليهم. حتى ان اخر ماتش ده اعتقد دايما يعني خلاص بقى تحصيل حاصل، لازم لعيبه كتير قوي تريح، لازم لعيبه تخش انفورم بقى جوه الفرقه. حاجات كل الفرق الكبيره وكل فرقه في العالم تتعرض لها، تتعرض لها. صحيح، وبيبقى عندهم نفس المنظور اللي هيمشوا عليه باذن الله لجماهيرهم وادارتهم. وهارد لك، واللي جاي احسن باذن الله.